نجيو المنزل تميم بالضبط. معنا السياسي أحمام معلم وكاتب باش يحكينا على نكهة رمضان قبل كيفاش كانت رمضان بين اليوم وبين البارح، هل أنه اختلفت المفاهيم، هل أنه رمضان فقد النكهة متاعه أم مازالت اللمة العائلية وكل الفرحة هذيك متاع استقبال الشهر الكريم شهر رمضان المعظم. ألو عسلامة سيسيسي. أهلا عسلامة، مرحبا بيك وبيك عايشك. إن شاء الله رمضانك مبروك أنت والعائلة وكل اللي يسمعوا فينا في مسلم. وعليكم أنتم الكل وعلى إذاعة كاف اف ام وعلى المسلمين الكل. أمين يا ربي أمين. سيسيسي أنت معلم وكاتب، كنا نحكيه في الأوف قلت لي عندي برشا كتب وكتبتهم. طيب أنا أولا مهنتي الأصلية معلم. لأن معلم متقاعد. معلم تطبيق أو المتقاعد. وقاس ومترجم. يا عيني. أول مجموعة قصصية لي نشرتها سنة 1982 بعنوان اللاهثون معي نالت رئيس الدولة التشجيعية لسنة 82. وثاني مجموعة قصصية نشرتها سنة 1994. أيه. والاثنين عن الدار العربية للكتاب. إن شاء الله بالتوفيق ليك. أما في مصر فقد نشرت كتابين زادة. رواية مترجمة عنوانها ليلة الأمير الأخيرة عن الدار عن الهيئة العامة المصرية للكتاب. والثانية كذلك مجموعة قصصية مترجمة مختارات من تشيكوف، من أعمال تشيكوف. هذا كذلك في مصر. وفي دمشق نشرت كذلك كتابا أنتولوجيا الشعر الأفريقي المكتوب بالفرنسية. نتشرفوا يا سيسيسي وإن شاء الله ربي يعطيك طولة العمر والصحة وإن شاء الله عندك مبروك. تكريمي في القاهرة وفي دمشق وفي الرياض وفي الكثير من المدن التونسية. سيسيسي خلنا نحكيو شوية على رمضان كيفاش كان قبل وكيفاش تويك نكهة رمضان والاستعدادات قبل، هل إنه رمضان نفسه متاع رمضان قبل اللي عشت فيه صغرك أنت وعشت فيه شبابك، أم إنه تفقدتك النكهة تويك وما عاد شكل لما العائلية وكالتراحم وصيلة الرحم وبعدوا الناس شوية على بعضها؟ والله شوف رمضان هو رمضان بأجواء الاحتفالية وبرائحته أطعمته الشهية وبسهراته الرمضانية، ولكن راه دائما وابدا التطور سواء كان التطور العمراني أو التطور الحضاري يخلي يفقد شوية من العادات والتقاليد. مثلا في القديم، ناخذ في القديم مثلا، كانت المرأة في المنزل صحيح، وكان معناتها كل شيء تقريبا في البيت في المنزل، العائلة تتعمل مصيف ومعناتها وتلقاها متهني على عائلتها، متهني على ايش تشري من السوق، تشري طريف تاي وسكر وطريف، وهذا هذا هو الموجود راهو في الدكاكين قبل، تاي وسكر وشويه غاز وشويه زيت وانتهى الامر. ولذلك كانت تعد جميع، وكانت موجوده الفاحات لكل واحد موجوده، كانت تعد ما يجيبها لها راجلها من الثانيه ولا من عند الجيران ولا تشري من السوق، فهمتني، وهي اللي تعد تنقي وترحي وتحضر. وقبل زاد كانوا يهزوا الدوزان الكوجينه، يهزوا للقصدار. اي صحيح. القصدر هذا كل القصاع والطناجر والكل يهزوا من القصدار. يتتقصدر ويروح تبارك الله الله صلي على النبي، بيض يلمعوا كي الفضه. تو ما عادش قزير، تو انقطعت يمكن هذه المهنه، ما زالت موجوده يمكن الا في ريان وفي القيروان فقط. هذه تو مثلا وما كانش حتى شيء موجود في السوق، وكانوا اللمه العائليه كانت كانوا الدار تلقى فيها البو والعم والخال ولا العمين والخالين والعائلة تلقاها كبيرة على العائلة. صحيح. ويجتمعوا في نفس البيت والحمل كل تجتمع في نفس المكان، فهمتي. وتو بهذه التغيرات اللي وقعت على العمران ما عاد منازل واسعة، منازل بكري كانت تعيش فيه بالأربع عيال. هذا بيت فلان وهذا بيت فلان وهذا بيت الدار العربي خلينا نقوله بالضبط أربع عيال. وعلاش؟ لأنه كان المجتمع فلاحي صحيح، والفلاحة تحب اليد العاملة،
وبكلهم ذليوا مع بعضهم، بس بتخرجوا بكلهم للحقل ويخدموا في الفلاح الحرث ولا الزرع ولا السقي أو وما إلى ذلك. دوك تغيرت المفاهيم، لا مش المفاهيم، المفاهيم هذيك هي، ولكن الأسباب تغيرت. لو مثلا ما عاد الولد يعيش مع بوه مستقل على نفسه، ولا شقق، شقة معناتها لا تتسع إلا لأربعة وخمسة أنفار، هذا هو، ومعناتها ما عادك الشقق تتسع لكل العائلة. ثم خروج المرأة للعمل جعلها كذلك تفقد أو تتخلى عن كثير من الأعمال البيتية، صحيح، أو تجعلها أصلا. مثلا تو من الجيل الجديد قليل اللي مازال يعرف يحمص الكسكس ويعمل البرغل، قليل ياسر، ما عادش موجودين، ولا والسوق ولا فيه كل شيء متوفر، السوق فيه كل شيء متوفر، كل شيء متوفر، تمشي للسوبر ماركت ولا سوبر مارشي ولا الجران ماركازان تاخذ تبارك الله اللهم صل على النبي الخيرات ربي الكل شيء وفي، ومعناتها ما عادش التعب اللي تتعبه المرأة لأنها تخدم، ما عادش عندها وقت. هو الرفاه متوفر، لكن نحكيه على صلة الرحم نقصت شوية. لا اش بقى، حتى صلة الرحم نقصت، مو اغزر، مو كل شيء تابع بعضه، ايه، ولا مادموزيل جو نسي با، مدار، كل شيء تابع بعضه. معناتها الناس كلها فيها في همها، الناس كل تخدم، ما فماش وقت. انت معناتها صلة الرحم تولي من لحد لحد، يجي الواحد بحدا بوه يسلم عليه كذا، يقعد كتريف ويا سمحني راني غدوه نخدم، نحب نروح بكري بس في داري، فهمتي تو؟ اما صلة الرحم ما تقطعتش، ولكن قلت، ما عادش كيما بكري، ما عادش كيما بكري كانوا فرد دار ولا فرد عرش كامل تلقاه فرد حب، عرش كامل تلقاه فرد حب، في زنقه يعيش ولا في نفس الحي يعيش. تو تقام حتى مختلفين، حتى واحد يعيش في مدينه الاخر في مدينه اخرى. بالضبط، تو متفرقين في المدن ومتفرقين، معناتها حتى في نفس المدينه من مكان الى مكان يصعب الوصول. تو من حي الغزاله مثلا لباب سعدون، ها تعطيني كيفاش باش توصله؟ فهمتني؟ وإذا كانوا على الكهرباء يقول لك أنا لومبوتياج وكذا، اش حاب يوصلني واش باش ندري شو، ونرفيز في الطريق وما تعرف أنت الواحد هذا الكل. هذا هو. نحكيو شوية على مزة ميم، تويكا راهي ريحة رمضان بدات تفوح في الشوارع، في الريحة طبعاً. ريحة رمضان فايحة طبعاً، مدة مزة ميم، بارك الله اللهم صل على النبي، بلاد الخيرات السبعة من ميم. وبلاد الرخص وماتها، والغلة الفريشكة والغلة ماتها الغلة أصلا والخضر ماتها كل شيء الحمد لله متوفر، وكل شيء واللحوم والسمك وكله، وريحة رمضان فايحة والناس تقضي وشايخة ماتها واحد. يا ربي وليك الحمد، يا ربي وليك الحمد. نخلي لك كلمة الختام سي ساسي، اللي كنت وجه تحية تحب تبارك وتهني بحلول شهر رمضان المعظم. والله اسمع كلمة الختام، أنا نهني جميع الأخيان بشهر رمضان، وخاصة ونشكركم أنتم على هذه الالتفاتة. يعيشك. وراو تو العادات راو والتقاليد معناتها تكاد بين تلتحم أو بين العام والخاص. بين الخاص ما يتذكره الشخص في تلك الأيام، والعام ما يقع في تلك الأيام، في بتتوى هذا هو. إن شاء الله يكون، إن شاء الله نلتقي في ما إن شاء الله، إن شاء الله في مناسبات أخرى، إن شاء الله، وإن شاء الله رمضان مبروك على الناس كلها. يعيشك، إن شاء الله رمضانك مبروك سي سي سي، أنت والعائلة وكل اللي يسمعوا فينا في مزة ميم. يعيشك وأنت بالأجمد الأمثل، يعيشك. إلى اللقاء مستمعينا، هذه كانت حلقتنا لليوم، إن شاء الله رمضانكم مبروك الكل في ربوع هذا الوطن الجميل، على الشعب التونسي الكل، على الأمة الإسلامية والعربية. نحب نهني زاد عائلتي الكل، بابا وأمي وأخواتي، زوجي وأولادي، نحب نهني عائلتي الثانية زاد في كافة فيهم الكل، إن شاء الله رمضان مبروك عليهم الكل. مستمعينا نتلقاو إن شاء الله في موعد جديد غدوة إن شاء الله في برنامج كله فايحة منه ريحة رمضان، هكا ولا لا يا مل؟
نفحات رمضانية خلينا نقوله. إن شاء الله نتلقاو غدا في نفس التوقيت وفي نفس الموعد، ورمضانكم مبروك. أمل بسليمان، حمزة عراكي، صقر التحق بنا، الكل نوجه لهم تحية كبيرة، وانتم زادة مستمعينا شكرا على الاستماع، شكرا على وفائكم واختياركم لموجة إذاعة كافا فام، وإلى اللقاء.